تواصل المؤشرات المتعلقة بجائحة كورونا نسقها التصاعدي، هذا ما تؤكده الإحصائيات الرسمية. ففي آخر تحين يومي للوضع الوبائي أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم بتاريخ 26 من جانفي الحالي تسجيل 14 حالة وفاة مصرحا بها أوليا و 8343 إصابة جديدة بكورونا، وتقدر نسبة التحاليل الإيجابية ب 33.23%. وتفسر هذه المؤشرات تصاعد الضغط على الوحدات الصحية، حيث بلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات بالقطاعين العام والخاص يوم 26 من جانفي الجاري 179 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و47 حالة تحت التنفس الاصطناعي، أغلبهم من فئة المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين لم يتلقوا التلقيح المضاد لكورونا أو لم يستكملوها، مما يؤكد ضرورة الإقبال على تلقي جرعات التطعيم. وبخصوص تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، ارتفع إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح إلى 6,217,064 شخصا، كما تتعالى أصوات المختصين مطالبة بضرورة العمل على رفع طاقة استيعاب كل المستشفيات وتفعيل مسالك الكوفيد. وفي ظل هذه المعطيات والتوقعات بتوصل ذروة انتشار المتحور أوميكرون في تونس خلال الأسابيع الأربع القادمة، يتواصل العمل بإجراءات الوقاية من كورونا بالمعالم الدينية لمدة أسبوعين وفق وزارة الشؤون الدينية التي أعلنت تمديد العمل بالإجراءات السابقة لمدة أسبوعين إضافيين. وتتمثل هذه الإجراءات في تعليق صلاة الجمعة ومواصلة الصلوات الخمس مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحة بالمعالم الدينية الذي ينص على وجوب الاستظهار بجواز التلقيح والوضوء بالبيت وإحضار السجاد الخاص وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.